أدانت محكمة الاستئناف بفاس مستخدماً في نزل بالمدينة العتيقة بالسجن سنتين نافذتين بعد محاولته الاعتداء على سائحة أمريكية من أصول هندية. السائحة أبلغت الشرطة القضائية بمحاولته اقتحام غرفتها والاعتداء عليها، ورغم صدمتها وغضبها من هذا التصرف غادرت المغرب بعد انتهاء عطلتها دون أن تقيم دعوى مدنية. ربما غادرت السائحة المغرب بسبب صدمتها النفسية وارتباكها نتيجة الاعتداء الذي تعرضت له، مما جعلها تشعر بعدم الأمان. مثل هذه التجارب المؤلمة قد تدفع الشخص إلى الابتعاد عن مكان الحادث فوراً بحثاً عن الراحة والأمان في مكان آخر، خاصة إذا كانت التجربة غير متوقعة وفي بلد غريب. مثل هذه الأفعال لا تمثل أخلاق المغاربة ولا تعكس قيم الضيافة التي يشتهرون بها، وهو ما يجعل هذا السلوك غير المقبول، يشوه صورة الوطن في نظر الآخرين.